مع الكلوب كانت لك زوج تجارب ما كانوش ناجحين برشا. عليه ما فيهمش برشا القاب تقريبا فيهم لقب واحد اللي هو كاس كلوب شمال افريقيا. وقت خديت الكلوب خديتها ديما معناتها دون زين بيريود معناتها باس تري باس وطلعت وخدت الكليبر نتاعها ورجعت تتقيم بالالقاب ولا بالبطوله درجه اقل بالكاس بطوله افريقيا. سا سي لا فاسيليتي. كيفاش سا فاسيليتي مثلا ظهر لي ان اونترونور يبي يبار اللقب كان ما يخليش يعني ان امبرانت نتاعو معناتها في دون ان كلوب ينبا لومبرانت تبقى بالالقاب هذا اللي قايلو التاريخ. لا 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 هذاك اللي قلت لك سي لا فاسيليتي سا معناتها سا ديبون الالقاب معناتها كان وقت تبدا عندك انت تسمع فيا لوبجيكتيف اللي معناتها مش تو على ديسبوزيسيون تو الموند ما تمشي الكلوب اللي تلقاه جاهز مش يلعب على هذاك ولا ما تمشيش ولا عندك كي تبدا انت تتبع الوغ كو موا جو بونس كو جيتي او سيرفيس دو دي تونيزيان معناتها عندي قد ناخذ اي حاجه. لا سول ايكيب كو جو نيمري با ما كنتش معناتها اليز وقت كنت شرانيها كانت ليسبيرونس كهو. علاش؟ على خاطر معناتها كون لو فيو با تي دو سوس اسبيرونتيست ما في في الاسبيرونس كانت معناتها العائله كلها كانت اسبيرونتيست و اي اون بو ايمي دون مانيير معناتها با نورمال معناتها لو كلوب. وقت خذيت وقتاش انا بديت انتقل وليت نخمم ديفيرامون وقت خذيت ليكيب ناسيونال خذيت ليكيب ناسيونال لقيت قلت تيان تراج معناتها فما ملاعبيه تسمع فيا كي سون با دو ليسبيرونس مي كي سون متربين خير ويلعبوا خير ويلعبوا خير. تقرب ابسن جيك الدرجه خلينا في الكلوب شويه فينال كاس تونس مع الستاد دخلتوا رابحين الماتش قبل تروح شنو صار علاش الكلوب؟ لا لا ما دخلنا معناتها اون ايتي توتالمون اور انا فاسون معناتها كي تعرف وقت تبدا لونترونور معناتها اور سوجي تسمع فيا الى ان تري غراند انفلونس داير من العوام اللي كنت شنو انت كنت اور سوجي؟ اه وي اور سوجي توتالمون تعترف والله اور سوجي. علاش؟ اور سوجي توتالمون قلت لك كان قبل ما اسمه شاتول كان قبل هذا سي حدوش اللي قلت لك عليه ما كان سان الجيريان كي تي ان تكنيسيان متى الجيرو تظهر لي تزيري فرنساوي هكا مش تزيري فرنساوي تزيري بلج فيا وقت انا بديت نعمل في الاستاج هنا كان يجيب حتى اولاده من 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 بلجيكا يجيو يحضروا هنا في استاج في تونس هنا تسمع فيا. اي علاش قلت كنت خارج الموضوع؟ معناتها انا سمباتيزي اونسومبل ا مون دوني خديت الكليب افريكان ولا هما يتبعوا في الكليب افريكان يزاناليز لو كلوب افريكان تسمع فيا يزاناليز لو جو دو كلوب افريكان. جاني معناتها نهار الفينال هبط هو وين ايكيب معناتها بور اناليزي لو ماتش تسمع فيا داير لا با ني با ريستي رجع فيا جاني عمل هكا قال لي سي مراد اوني تري كونتون اوني اون تران دو vous suivre ok maintenant votre équipe elle joue avec beaucoup d'intelligence elle a des repères très clairs nets ensemble le projet le progrès qu'elle a fait on est venu pour continuer avec vous on vous souhaite de remporter cette finale et on est venu pour قلت له merci beaucoup autre chose. نهار الجمعة مشى هو وقتها الأوتيل نتاع في مستير تسمع فيا يلقى غاديك قاعد هو ولادو يستناو في الفينال تسمع فيا بون إلا تروفي معناتها اللي يافي دي ديريجون كي زيتي كي أبارتوني أ سيت أوتيل لا في مستير تسمع فيا وقتها ظل ما عرفتش كان ظل سي زيد صغل فهمتني اي زون بارلي ديجا ايز ايتي اون كونتاكت افيك وقتها لونترونور وقتها كان ترك تسمع فيا من غاديك جاني مثل نهار الجمعه وقت سمع بداهم وقعد بحذاهم وعرف وفهم كل شيء تسمع فيا جاني هذايا قال لي سي مراد معناتها داير سي با بيان سكي لا في تسمع فيا فهمتني اي اش قال لك؟
راهم هيت كود بونير جماعه سون ان تران دو فير سا ديرير توا ويعمل هكا وهكا 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 وبدا يسمي لي وعطى بيك دي بروف. معناها السيد هذا حدوش كشف الاوراق نتاعك الكل كشفهم للاستاد هكا؟ لا مش كتب هكا كشف الجماعه اللي قاعدين في مستير تسمى في اللي ايش يعملوا؟ كانوا هما يحاربوا مش يجيبوا الانترونور تيرك هذه الكلوب افريكان. اوكي فهمتني؟ فهمتك. ونقول لك بصراحة ما انا كنت عندي ثقة كبيرة ياسر في محسن أرتغال هكا تركي كنت عندي ثقة ياسر في الجنوب حسيتها من عاش كيف وهذاك اللي ما قبلتوش من نفس ساعات راه تلوم روحك ياسر عاش يقول لك هذاك يمرضك ساعات ما قبلتوش قلت لي اللي يقول حسيتها يقول ضربة من بالخنجر جاتك من التالي من وراك تسمع فيا اي دخلت مخك مشاوش شنو ما من وقتها ما عادش وليت ما با بيان دي تو نقول لك بصراحة فهمت المشكلة الكبيرة قول يا ولدي معناتها كي معناتها شكرك باسكو جي فريمون دخلت في الجو نتاع الجمعيه حسيتها اللي يقول نتاعي وليت اسمع فيا حسيت روحي وقت جاتك الضربه هذيك اسمع فيا جاتني اللي يقول سي با بوسيبل جي بيردو بي نقول لك بصراحه معناتها ما قبلتهاش اسمع فيا جي با اكسبتي داير بور لا بروميير فوا وقت نثبت على روحي علاش قلت لك انا في عود واحد معناتها كان جيت هذاك انا راه كضعف مني انا هذه راه نقول لك بصراحه ضعف خاطر واحد اخر اسمع فيا يحط يلعب بلاستو ولا يعمل هكا يحضر الماتش تاعو ماكسيموم بيقول اسمع فو بعد يمشي يخرج يقول لهم فاري ميرسي حكيت مع مسؤولين في الحكايه لا ما حكيتش الجمله والله ما حكيتش جاوني مسؤولين من الغديك تسمع فيا وبعض محبين هما زادوا معناتها دعموا الحكايه تسمع فيا قالوا لي سيسكي تاريفي فلان 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 ما جاتي كوران دو فهمتك دو تو حتى بعد خليك تعمل اغلاط في الماتش الحاجه هذه مش جيتي كوم ايمونيزي تعرف ماكش موجود اللي يقول ماكش موجود تعرف ايمونيزي يقول واحد زر يقولوا حطوا له عملوا له زريقه نتاع مورفين ولا نتاع واحد وليت ترى تو دي كوتون ترى لعبيه تلعب واحد وانت سارح هكا يعني راهو من الاول ما كان ترى الماتش كي الجورناليست وانا نتكلم فيه على الببليك ا سو بوان تتاثر معناها وي متى خطر شكون تتاثر من شكون انت تاثر من شكون؟ عباد اللي تحبهم قراب لك فوالا اللي قراب ليك ما تاثرش من واحد بعيد صحيح علاش تقول لك انا في الترجي ما نجمش تاثر من حاجه قريبه ليك فهمتني ما تنجمش تاثر من حاجه معناتها بعيده عليك ما في الكلوب اليوم في وضعيه صعيبه مهدد بالنزول تشوف الكلوب في درجه ثانيه سي مراد لا جامي ماتش تفصل الكلوب والستاد على ديفيزيون 2 Moi, je pense que ça, c'est pas possible. Mm? C'est pas possible. Donc, pour le Sarah, hâte le visage du football tunisien en général est très irritant comme je me suis adé. Il y a ma wika, il y a un arqueau fihlou. Match, Yassel, Zos Firak, à la Tunisie. Ou في match, tu as fait un petit modèle pour le Chaïm, comme في match, في 90 دقيقة. سي فري ما تجي نشوف هكا ما نتكلم فيها اما انا ما نظنش اللي تجم خاطر نقول لك عليها فما برشا حاجات اللي ما تجمش تصير حتى وقعت اللي هي شنو الحاجات؟ نقول لك علاش الغالب وصلنا للساعات كيلكو كومبورتمون تسمى فيا هو علاش الكوره ما تقول لي ارجع نقول لك عليها خاطر الكوره لا بيردو سون ايتيك ما عادش عندها الاتيك نتاعها، ما عادش عندها هكا لي فالور نتاع شنو تحب تقول؟ شنو تحب تقول معناتها لا فما حد شيء الباربو هو اللي يعمل حد شيء، كل يعمل كل شيء. الكلوب باربو مش باش تطيح معناها هذا خاطر تنجم كان الكلوب تولي تحب باربو حتى مش مشدها، هاني نقول لك بصراحة نكذب عليك كان تحب اوكي شكون قال لك الكلوب باربو؟ علاش الكلوب باربو؟ قلت لك معناتها باغ اكزومبل انا سمعت ديرنييرمون امون دوني وقت السابع عملت دز زيرو مع ليسبيرونس ما في جيتي ان بو ايتوني وقلت سي با بوسيبل كاين جراند ايكيب كوم ليسبيرونس نو ريسبكت با الواحد هكا وبعد سمعت ما احترمتش الترجي تعتبرها سمعت لا بعد سمعت حاجات ما في اللي ماهمش عاديين بكل مثلا معناتها اللي معناتها الناس مهدين معناتها ما عادش كان قالوا لي صحيح ولا مهدين كان ما
ما ياخذوش الماتش معناتها حتى حد ما يرجع ولا افيك دي شوز. وهي الاسبيرونس تلعب الكوب دافريك تعتبرها تريكي ريزولتا نتاع الاسبيرونس في السي بي. انا اخويا نقول لك بكل صراحه ما نعرفش، ما انا عندي حاجه ما نجمش نعمل حاجه. ما نظنش انا كان الاسبيرونس معناتها تحب الكلوب افريكان معناتها باريزومبل تهبط ال لا يحب لا ما نظنش لا يحب والله ما نظنش. كيفاش؟ نقول لك علاش هذاك ما تكلمنيش على الفناتيك ما نظنش. نقول لك علاش ما نظنش، على خاطر معناتها وقت تخرج توفى من الوحده هذيا السبري يضحكوا على بعضهم يتمنكوا على بعضهم يعملوا على بعضهم وما عادش نحب ما عادوش يعاودوا يشكلوا هيك. اما في الصحيح تبع فيا ما نظنش يساعد الاسبيرونس الكوب افريكان تهبط الديفيزيون. نعتذر العباد تسمع فينا خاصه في الجنوب ماذا بينا ما نعاودوا هي الاستمرار هذه الكلمه عليه اي ما تقالش في الجنوب خاطر ما نظنش. انا نقول لك عليه ما تعمل لا فما بون تعدي نتعدي مش مشكله. ايش قلت على الجنوب كلمت حاجه في لا تم بعد في اورنتين تنقول لك شنو الكلمه ما تقاش مش كيف كيف تم بعد نحكيو به. دونك تتوقع الكلوب معناتها باش تربح بالطرق الكل هكا كان تحب ما تجي تربح بالطرق الكل. شكون الاقرب للنزول اليوم؟ فما قروين نظهر لي ما فما قروين اوفيسيال هذيك ما فما حتى واحده باش تطيح. كيفاش؟ خاطر تولي 16 هذا معلومات ولا تخمينات؟ هذا خاطر انا مراش حل واحد اخر تنجم تصير دخل في الوحده هذه مش علاش؟ بور سوفي خاطر معناتها يو بوكو ديرور كي زون ايتي فيت دون سو كالندريي تسمع في انورمون ديرور هما اللي وصلوا الشيء هذا اللي نحن عايشين تو ما فيا فهمتني. ويظهر لي معناتها لا سول سوليسيون بور واحد يخرج سون ايبانجل دو جو تسمع فيا سي روندر معناتها ان واحد كي اساس. وثاني حاجه تسمع فيا ويظهر لي تو لي كلوب سولون داكور. وثاني حاجه انا في نظري انا تسمع فيا وثاني حاجه انا في الرا تسمع فيا اللي الرا اللي معناتها اون بو با سو بيرميتر اي تفضل سي خاطر تتكلم نعرفش اي ميساج نسمع فيك مثلا انا يظهر لي مراش حل واحد اخر مش ينجم ينجح لا فان دو شامبيون نتاعنا هذه. وحاجه واحده اخرى معناتها وقت تلعب 16 نادي معناتها كي تظهر بحاجه صريحه اخوي معناتها الكوره ماهيش مشدوده على ريان كلي جران كلوب الاربع كلوبات اللي موجودين تسمع في مش موجوده على هذوك. يلزم الاخرين سيدي يتغذاو كوره وقت تعطيهم انت 30 ماتش في الـ في الـ في الـ في العام تسمع في سي لو مينيموم بور كان كلوب ينجم معناتها يطلع معناتها يطلع له المستوى نتاعو.